السلام عليكم. اولا قبل كل شيء كنشكركم حيت نتوما اول صحافه مستقله اللي كتزورنا في هذه البلاد في الدوار اللي هو دوار تفروتان التابع لجماعه سوق السيف تفروتان التابعه لقياده تملك اقليم تاروزانت عماله اقليم تاروزانت. وكما كتشوفوا هذا هو الدوار اللي وقعت فيه الكارثه ديال الزنزال وبزاف ديال الديور راه طاحوا هنايا وماتوا هنايا الناس. يعني راه جوج عائلات مشاو هنا وكثر يعني بزاف ديال الناس ماتوا هنايا الله يرحمهم كاملين والله يصبر العائلات ديالهم. ودابا الناس راه كيعانوا بزاف بسبب هذا الزلزال هذا. اصلا يعني كاين دابا الديور اللي ما يقدروش الناس يدخلوا لهم حيت مهددين انهم غادي يطيحوا في اي لحظه. الناس دابا كاينين على برا كينعسوا على برا كينعسوا في القياطن. ولكن حتى بالنسبه للقياطن يعني اولا بعدا كنشكروا الجمعيات اللي جاوا قدموا لنا المساعده في دوار تفروتن وجابوا قياطن جابوا مساعدات غذائيه. ولكن بالنسبه للقياطن راه العدد اللي عندنا ما كافيش باقي عندنا اسر باقي عندنا اسر ما عندهاش قياطن. وبالنسبه ل كما كتشوفوا الدوار ديال تفروتان راه دوار كبير بزاف ويعني فيه السكان كثر بزاف. يعني مقارنه بالمساعدات الغذائيه اللي جاو يعني باقين خاصين مساعدات الناس باقين خاصين مساعدات. وكنتمنوا ان جمعيات اخرين يزورونا في هذه المنطقه هذه. وكما كتشوفوا يعني غادي نهضروا على معاناه اخرين اللي بانوا في هذا الزنزال. يعني كاين معاناه من قبل ولكن ما عمرهم يعني ما تسلط عليهم الضوء باش يشوفوهم الناس. عندنا معاناه ديال الطريق من تاروزانت للبلاد عندنا هنايا لسوق السيف تفروتان. يعني الطريق ما كاينش. يعني كاين الطريق اللي مسلكه اصلا ومن بعد ملي جات الشركه ديال المعدن كيدوزو هنا يعني كاميوات كبار. يعني الطريق تكرفصات الطريق بزاف وما بقاتش يعني ولات الطريق غير امنه وما بقاتش صالحه خاصه الطريق وخاصه السبيطار. يعني ما عندناش سبيطار. يعني حيتاش ملي كنقولوا سبيطار كنقولوا يعني كنقولوا يتوفر فيه العلاج. يعني السبيطار هو العلاج يتوفر فيه العلاج. للاسف ما عندناش سبيطار. والمشكل ديال المدرسه حتى هو الدراري ديال المدرسه راه باقي كاع ما بداو الدراسه ديالهم والعام الدراسي راه بدا اصلا. وحنا ما عرفناش السبب. يعني الدراري دابا راه كيضيعوا في الدراسه ديالهم. وبالنسبه ل نرجع للمشكل ديال العائلات اللي كاينين دابا في القياطن. دابا راه اللي واخا انه الانسان خدا قيطون مثلا ودار فيه العائله ديالو راه ما يمكنش انه يخلي العائله ديالو يخلي الاولاد ديالو في قيطون ويمشي باش يخدم باش يقلب على الارزاق ديالو مثلا في مدن اخرى حيتاش راه ما خلاهمش في الامان. الناس راه خايفين حيتاش علاش يعني حيتاش دابا الدوار ولاو كيدخلوا ليه يعني ناس يعني ماشي من الدوار اصلا وما معروفاش الصفه ديالهم اش. يعني الناس راه ما حاسينش بالامان من هذه الجهه هذه. يعني حنا كنطالبوا الدوله كنطالبوا السلطات انهم يشوفوا لنا شي حل لهذا الوضع. كان ديال ما جا عندكم حتى شي حد 10 ايام دابا هي 10 ايام دابا 10 ايام دابا كنتسناو انهم يطلعوا علينا ويشوفوا المعاناه ديال الناس ويديروا معاينه لهذا الشيء اللي وقع في الدوار. حيتاش الناس دابا راه بغاو شي حل نهائي لهذه الازمه هذه. حيتاش انهم الناس يبقاو في قياطن هذا ماشي حل. وانما يعني الناس دابا راه بقاو جالسين يعني حدا ولادهم. يعني ما بقاوش خدامين. الانسان اللي كان خدام اصلا في المدن على قبل العائله ديالو راه صاير جا باش يقابل العائله ديالو وما يمكنش ليه يخلي العائله ديالو يمشي. هذا الشيء اللي كاين. يعني كاين معاناه بزاف 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 في هذه المنطقه. اخر رساله ديالي كنتمنى من الناس المعنيين بالامر انهم يطلعوا على الدوار ديال تفروتان يطلعوا على قبيله ايركيتن باش يشوفوا المعاناه ديال الناس ويعاينوا كل شيء. الوضع اللي واقعين في الناس في المنطقه هنا. وكنشكركم بزاف انتم اللي كاول صحافه مستقله تزورنا في الدوار ديال تفروتان. كنشكركم بزاف. السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء كنشكر قناه الحياه اليوميه، اول قناه
مستقله كتجي عندنا لدوار تفراوتان اللي كتشوف معنا المعاناه اللي اصلا الناس كيعيشوا معاناه قبل ومن بعد زادوا المعاناه اخرين. الناس كيعانيوا حاليا معاناه بزاف لانه الحمد لله وقبل كل شيء كان من رحم هذه المعاناه ديال الزلزال الحمد لله وشكرنا، ولكن من رحم هذه المعاناه كنبغيو نشكروا جمعيات المجتمع المدني المواطن المغربي، وكنبغيو نشكروا صاحب الجلاله على الالتفات اللي دار لانه باش تخصص واحد الصندوق للناس المتضررين من هذا الزلزال هذا. وثاني حاجه الناس عندنا في الدوار تفراوتن باقي عندنا الناس ما مستفدينش من القياطن. المواد الغذائيه حمدنا الله وشكرناه، كنبغيو نشكروا كما قلت لك من رحم هذه المعاناه كنشكروا جمعيات المجتمع المدني اللي عاونونا بزاف وعاونوا الساكنه والمحسنين كلشي الحمد لله اللهم لك الحمد. وكنبغيو نشكروا رئيس المجلس الجماعي السيد مصطفى اوموسي واللجنه المسيره على تقسيم هذه الاعانات على الناس المتضررين لانهم هاد الناس هادو قاموا بمجهودات جباره الحمد لله في رحم هذه المعاناه، كنبغيو نشكروهم الشكر الجزيل. وكنبغيو نوجهوا واحد النداء للمجلس الجماعي المجلس الاقليمي عمل التردان الحكومه ديالنا ان شاء الله التفتوا لهاد الدوار تفراوتان لانه حنا ما عندناش طريق. انتم الا كتصوروا دابا اصلا الطريق مازال ما مسرحاش عندنا حنا الطريق، اي كتبغي جبهه مازال كيطيح، حنا عايشين في تهديد. انتم راه الحجر باقي مازال مشدودها بواحد شويه، هاد الجبل هذا اللي فوق منا راه وكاين شارج ديال الماء، كاين شارج ديال الماء فيه واحد 30 طن ديال الماء تبارك الله اما بالنسبه الى جينا نهضروا على المخاطر ولا جينا نهضروا على سميتو على التهميش، راه اصلا بلا ما نهضروا على الزلزال، الزلزال راه حاله خاصه يعني بين قوسين، ولكن التهديد الاخطر والاكبر هو ديال حاليا ديال الشتا الى جايه، هذا هو المخاطر الكبيره اللي كاينه دابا، حيت الناس دابا ماشي غنقولوا كاينين في شي بلاصه اللي هي سميتو، كاينين غير بحال الا قلتي الحفاري، يعني في وسط الجنانات، الا جاب الله كاينه الشتاء ولا شي حاجه وحنا مقبلين على فصل الشتاء، راه الا كاينه الشتاء راه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، الناس غتكرفس بزاف، لي باليت ما كاينينش علاش زعما يدوزوا، يعني الداخل ديال القياطن راه ماشي شي حاجه ديال يعني ماشي راه كيدوز الماء وماشي شي حاجه في المستوى، والناس دابا تصور دابا الناس الدوار فيه 13 واحد ماتت. يعني وانت ما عندكش حتى 20 قيطون راه مستحيل والله العظيم، الا باقي القياطن دابا كتلقى جوج عائلات ثلاثه العائلات في قيطون واحد في قيطون واحد باقي كنعيشوا هذا الشيء هذا، وباقي حاليا راه كاينين وحاله خاصه نهضروا على الطرقان راه لا اله الا الله، البارح تحت حجره قداش هي سدات لنا الطريق غير هنايا فهمني فين هما الاعانات كاع كيجيو كيقول لك اودي الطريق ما عندكمش، خصك الا بغيتي الاعانه خصك تمشي معاه 6 الصباح وتمشي حتى الشانطيلي فين كاين الكودرون وتوقف تما وتسنى والدار بوزمينو يعني يلا يلا. حنا هنايا بالنسبه للناس اللي هنايا في المنطقه هنايا حنا كشباب متضررين بزاف وصحاب المنطقه راه تضروا بزاف، وماشي غنقولوا كاينين الشركات ولا كاينين اللوزينات ولا كاين راه ما كاين والو، الناس خدامين بشويه هاد الفلاحه وماشي ديك الفلاحه نيت يعني شويه هاد الفلاحه هز بها وسميتو صافي، ودابا راه ما كاين لا فلاحه لا والو راه كلشي واقف، الحاله راه واقفه الحمد لله دابا، يعني اما الديور راه ما كاينينش يكون يعني غير طاحوا كاملين غنقولوا الحمد لله راه طاحوا، ولكن ها هي مهدده اكثر من الخطر يعني راه ما يمكنش تدخل ليها، حيت علاش الجبل فوق منها راه يعني راه كيشكل خطر كبير على الساكنه، وكنطالبوا بالناس المسؤولين اعاده النظر في هذا الشيء هذا ويجيو يشوفوا غير يطلعوا علينا، حنا راه ماشي بغينا شي حاجه الحمد لله، راه شوف الحمد لله على كل حال الناس اللي دراوش هما اللي تعاونوا معنا، والناس يعني من طنجه للقويره ما غادي نخليو حتى شي واحد في الجمعيات في المسؤولين ديالها في كل شيء، يعني الحمد لله راه جاوا وتعاونوا معنا الحمد لله يعني وطلع الاعانات وكل شيء مستفد الحمد لله، ولكن راه باقي القياطن كاين وباقي الخطر كاين، وكنتمناو المسؤولين من 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 جماعه السبت تفراوتان الى قياده التمالكت الى عماله اقليم تارودان كنطالبوهم يجيو بعد اعاده النظر بعد غير يقراو الدراري غير ما يضيعوش الدراري الصغار، باقي حاليا كيتلاوطوا هنا في البلاد يعني مازال الطريق ما كايناش، السبيطار راه حاليا راه كاين متنقل هو اللي كاين دابا، وبالليل راه ما كاينش، الا جاب الله انا ديك النهار شدني الكريز كنعيط لومبيلونس يعني راه دات واحد الحاله يعني تسنيتها حتى جات من تارودان عدتني انا يعني راه الشيء راه بزاف اصلا يعني ما عندكش ما وما كايناش طريق، راه قلت لك راه مشيت انا على رجليا من هنا حتى اللي باش ديني انا لتارودان يعني حاله يعني اي واش غادي دير يعني راه ما كايناش طريق، مولوبيونس كيقول لك اودي ما كايناش طريق خصك تجي عندي حتى لهنايا.